بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أعزائي الطلاب، طلاب الصف الخامس في مدارس تبوك الأهلية. معنا اليوم درس حروف الإظهار الشفوي، وهو استكمالا لما سبق من الدروس. كما عرفنا أعزائي الطلاب بأن نسترجع فيما مضى، تعريف الإظهار الشفوي هو إخراج الميم الساكنة، عند أحد حروف الإظهار، وسمي هذا الإظهار بالإظهار الشفوي لأن الميم تخرج من الشفة. وذكرنا أعزائي الطلاب أن حروف الإظهار الشفوي هي جميع الحروف الهجائية عدا الباء والميم. نأتي أعزائي الطلاب إلى التمهيد. التمهيد يا شباب نأخذ من الكلمات هذه الكلمة التي هي الإظهار الشفوي ونستخرج منها الحروف ونطبقها على المثال الآتي. كما موضح هو في الأمثلة معنا في الكلمات الآتية، مثال كلمة همس أمشاج وهم صاغرون وأمضوا وأمطرنا وهم ظالمون. الحروف هي حروف الإظهار الشفوي، وهي السين والشين والصاد والضاء والطاء والضاد. في هذه الأمثلة جاءت الميم الساكنة وجاء بعدها حرف السين في المثال الأول، وحرف الشين في المثال الثاني، وحرف الصاد في المثال الثالث، وحرف الضاد في المثال الرابع، وحرف الطاء في المثال الخامس، وحرف الضاء في المثال السادس. فكان حكم الميم الساكنة الإظهار. هذه عندكم يا شباب كلمات اقرأوها مطبقين حكم الإظهار الشفوي الصحيح، اقرأوها للاستفادة. يوجد يا أعزائي الطلاب السؤال الثالث، وقارب بين الأمثلة الآتية من حيث الحكم مع بيان السبب. بين لي سببها حكمها وحكمها من ناحية الحروف. أتمنى حلها وإرساله على الموقع. وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى.